السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، أهلا وسهلا بكم في هذا الشرح الجديد والمتجدد مشروعاتنا على قناتكم قناة تكنيكو. ندعوكم إلى الاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد القناة بإذن الله تبارك وتعالى، مواصلة في شرح البرامج المتعلقة بجلب الزيارات وما شابه ذلك، حتى لا تنخدعوا بمثل هذه الأمور. إذا أرشتم شراء فيسبوك ويقول لك عدد المشاهدات كذا، أو شراء قناة يوتيوب ويقول لك عدد المشاهدات كذا، ويقول لك شراء انستغرام وعدد الزيارات كذا وما شابه ذلك، او شراء اذا اردت ان تشتري بلوجر يعني صعب ان تكتشفه ويقول لك ان عدد الزيارات كذا، فلا تصدق الشراء بعدد الزيارات. مثلا قناة يوتيوب الشراء يكون بعدد الدقائق المشاهدة، عدد دقائق المشاهدة يوتيوب لا تكذب عليك. اما الزيارات أو المشاهدات، فالمشاهدات يمكن جلبها وتكون مشاهدات وهمية باستخدام برامج من بينها هذا البرنامج إبيتس تيست. كنا قد شرحنا في درس سابق برنامج جانجليا، هذا البرنامج شبيه له مباشرة كثيرا، حوالي نسخة منه تبقى الأصل لكن بلغة مختلفة، الجانجليو باللغة الإنجليزية باللغة الصينية، أما هذا باللغة الإنجليزية. سوف أضع لكم رابط تحميل هذا البرنامج أسفل هذا الفيديو. ندخل إلى البرنامج لإشارة، فهذا آخر نسخة منه في 2019، فيه كما نشاهد فيه ثلاث ملفات، ملف مجلد وملفين، ملف إبيتس تيست وإبيتس وملف إبيتس. ننقر على ملف الإبيتس، لاحظوا اسمه الأصلي وهو ترافيك سبيريت. هنالك يقول لك هذه النسخة 6.2.1، هنالك نسخة جديدة وهي 6.3.2، نعمل لها أبديت. طيب نقوم بتثبيت أو تحميل آخر نسخة لهذا البرنامج، وهي النسخة كما قلنا هي نسخة 6.3.2، ونحن الآن نشرح في النسخة 6.2.1. سوف أضع لكم النسختين مع بعض في روابط أسفل هذا الفيديو، لا مشكلة. نواصل الشرح. كما قلنا هذا هو البرنامج، ننقر آت سيت من هنا، نضع اسم أو أي موقع هنا، أي رابط هنا، وننقر اوكي. لو ننقر امبورت سيتينج من هنا، نعمل امبورت سيتينج ترافيك سورس، ننقر على الترافيك سورس من اين يمكنك ان جلب ترافيك، يمكنك وضع الترافيك هنا مثلا جوجل كي وورد او كستوميزي سورس، يعني من اين، من بينج، من ياهو، من باديو، 360 كي وورد، يعني هناك العديد من أماكن التي يمكن أن تجلب منها الترافيك هذه البرامج. هنا نختار مثلا جوجل وتضع اسم جوجل هنا، google.com، تنقل أد كما تشاهدون. هنا تختار مثلا بوز سومو او فيرال نوفا، Thank you.
لم يجد هذا الاي بي على جوجل بطبيعة الحال. بهذا الشكل تقوم بإدخال المواقع التي يمكن أن تجلب منهم زيارات إلى موقعك ثم تنقر أوكي. قمنا بإضافة هذه الزيارات. need more traffic. طيب ثم تنقر أوكي. سوف نقوم بتجربة على مدونة بلوجر ونعود إليكم. سوف نفتح مدونة بلوجر ونعود إليكم. طيب نأتي إلى بلوجر، ندخل في محرك بحث بلوجر أو في موقع بلوجر. سوف نقوم بإنشاء مدونة بلوجر من الصفر والتجريب عليها هذا البرنامج. طيب هذا هو البلوجر، لا يهم نكتب أي شيء. سوف نحاول نكتب يعني كما تشاهد create and blog. نقر create، يعني لا يهمنا الموقع أو اسم الموقع أو ما شابه ذلك. ما يهمنا نحن، يهمنا نقر نوفل ارتيكل. نكتب أي شيء، أي شيء لا يهم. ما ننقر هنا نكتب 444. ننقر ببليشي ببلي، يعني ننقر أفيشي. هذه هي التدوينة الخاصة بنا في هذا الموقع الخاص ببلوجر أو تدوينة. لو نذهب إلى ستاتيستيك، لاحظوا كل شيء يعني أصفار، كل شيء أصفار. نذهب إلى الأرتيكل، هنا عدد المشاهدات كما تشاهدون صفر صفر صفر، كل شيء عدد المشاهدات هنا صفر، كل شيء أصفار. نأخذ في شيء، سوف نأخذ رابط هذه التدوينة، نأخذ رابط هذه التدوينة هكذا كوبي. نفتح البرنامج، ننقر نضع الرابط التدوينة هنا ثم ننقر أوكي. لاحظوا يبدأ، سوف يبدأ في عمل شارجمو، يعمل شارجمو لهذا البرنامج. من هنا يمكن أن نعمل ستوب. number of seat يعني واحد من أصل عشرة. سوف يقوم بالبحث من هنا. طيب نأتي إلى هذه كلمة set، ننقر على set. تجدها في العادة بهذا الشكل. ننقر show more setting. لاحظوا number of source، من هنا source. يمكنكم كما قلنا سابقا يمكنكم إضافة مصادر traffic source. enable traffic source. من هنا كم يمكن أن يجلب الفيزيتور. عدد الماتش كليك على الروابط، كم يجلب من بوب اب،
وما شابه ذلك. لاحظوا توداي يقول لنا بأن تم جلب 3 زوار توداي، 3 فيزيتير ترافيك من أصل 3000 زائر. في هذا اليوم سوف يقوم بجلب لنا 3000 زائر، عملية 66%. يقول لنا بأنه تم جلب 3 زوار. نرجع إلى بلوجر ونعمل ريفليش. لاحظوا كم عدد الزوار، 16 زائر، في ظرف ثواني فقط 16 زائر في هذه المدونة. نذهب إلى ستاتستيك، لاحظوا كم ستاتستيك، كم عدد الزوار أجوردوي، 24 زائر. لو نأتي إلى السيرس ترافيك، السيرس ترافيك غير معروف، لم يتم بعد جلب معرفة نوع الزيارات. أماكن جلب الزيارات يقول لك بأن في 21% من الكروم، 3% من فايرفوكس. الدول هي إسبان 3، الهند 4، نيجيريا، الجزائر، صربيا، فرنسا، بيبا. يعني في أمام كل شيء أمامكم. في لحظات فقط قمنا بجلب 24 زيارة، لكنها كلها زيارات وهمية. لو نرجع إلى التطبيق يقول لك فيه 7 زوار من أصل 800 زائر، سوف يأتي إلى هذا الرابط. لو نعمل ريفليش من جديد، نعمل ريفليش من جديد، لاحظوا 37 زائر أجوردوي، 37 زائر خلال في هذه التدوينة التافهة، لأن لم نضع أي شيء فيها حتى يأتي هذا الكم الهائل من الزوار. يمكن أن نأتي بآلاف وآلاف الزوار يوميا، لكنهم كلهم زوار وهميين. نرجع إلى الأرتيكل، لاحظ كم، 27 مشاهدة، هنا يقول لك فيه 27 مشاهدة. لو نعمل ريفليش فقط من حين إلى آخر، سوف ترتفع هذه النسبة من 27 إلى 1100، 1000، 2000، 3000، يعني كل شيء أمامكم. لاحظوا 37 فيزيتور. من أين أي رابط؟ هذا هو الرابط، 27 فيزيتور في هذا الرابط فقط. 4 4 4 أرتيكل، يعني كل 27 كلهم أتوا من الرابط 4 4 4 الذي قمنا بوضعه في هذا البرنامج ترافيك سبيريت. يعني وكل هذا الترافيك هو عبارة عن ترافيك وهمي لا نأخذ عليه، فقط يستخدمونه في جلب هذه الزيارات الوهمية لعمل الجونفلي أو لتضخيم أرقام فيسبوك، أرقام فيسبوك، أرقام تويتر، أرقام يوتيوب، فيديوهات الخاصة بيوتيوب يجلبون لها مشاهدات وهمية. ومن يرى أن هذه القناة يشاهدها الملايين وما شابه ذلك، فيه 1 مليون مشاهدة، 2 مليون مشاهدة، 3 مليون مشاهدة، وهي في الحقيقة كلها مشاهدات وهمية تأتي منها من مثل هذه البرامج. طيب قمنا بتحميل آخر نسخة، النسخة الجديدة، هذه هي النسخة الجديدة، نقوم بفتحها، نعملها إكستريت هير. سوف أضع لكم هذه النسخة أيضا في رابط أسفل هذا الفيديو، لا مشكلة، ندخل إليها. تقريبا نفس البرامج. نقر على APTS، لاحظوا هذه ترافيك سبريت 6.3.2 مباشرة، هذه هي
النسخة لاحظوا 28 زيارة بين 300. نرجع إلى مدونة البلوجر الخاصة بنا، نقوم بتجري فقط هنا كم زيارة باج فيو. لاحظوا 68 زيارة باج فيو، 68 فقط خلال ثواني من ارتيكل تافه، يعني قمنا بجلب هذه الزيارات. لاحظوا 72 هنا. نرجع إلى ستاتيستيك، نرجع إلى الباج فيو اجوردي 95. يعني قلت لكم لو ننتظر سوف تجدون آلاف الزيارات، لكن السيرش ترافيك من أي مواقع أتوا هؤلاء الزيارات الله أعلم، لم تأتي بعد المعلومات. هنا البرازيل 14 من البرازيل، إسبان، حتى يعطيك حتى الدول التي قام بجلب زيارات منها هذا البرنامج. إخواني إخواتي، إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح هذا البرنامج. الروابط تجدون أسفل هذا الفيديو. لا تنسوا من نقرأ سبسكرايب القناة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.